أعلن الاتحاد الأوروبي واتحادات إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا لكرة القدم منع أي فريق يشارك فيما يسمى بدور السوبر الأوروبي من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى. وأشار الاتحاد القاري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إلى أنه علم أن بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والإيطالية قد تعلن عن إطلاق منافسة انفصالية أو منفصلة. وقال اليويفا إن الأندية المعنية ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمية، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية. وأشارت تقارير إعلامية الأحد إلى أنه يمكن الإعلان عن خطط إقامة دور السوبر في وقت لاحق اليوم. في شأن متصل، يتجه اليويفا إلى المصادقة على الإصلاحات المتعلقة بدور الأبطال بدءا من نسخة 2024. تتمحور عملية الإصلاحات حول تغيير طريقة لعب دور المجموعات، بحيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلا من 6، مع رفع عدد الأندية المشاركة فيه من 32 إلى 36. ومن المتوقع أن يمنح الدور الفرنسي أحد المقاعد الأربعة الجديدة. هذا وستكون نقطة الخلاف في كيفية توزيع المقاعد الثلاثة الإضافية، حيث يطالب البعض بمنحها لأبطال دوريات أخرى مقابل توجه بمنحها للأندية ذات التصنيف القاري أعلى أو العالي والتي تعاني على المستوى المحلي. من المقرر أن يبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الاثنين في مسألة المدن التي ستستضيف نهائيات بطولة أوروبا 2020 الصيف المقبل. وخلال اجتماع لجنته التنفيذية سيحسم اليويفا في شأن المدن الثلاث التي لم تؤكد بعد قدرتها على استضافة المباريات بحضور جماهيري، وهي بلباو الإسبانية، ميونخ الألمانية، ودبلن الأيرلندية. يأتي ذلك بعد انضمام روما لقائمة المدن التي ستحتضن المباريات بحضور جماهيري بنسبة 25%. هذا واقترح رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس إقامة المباريات في مدينة إشبيليا بدلا من بلباو في حال تعذر إقامتها هناك بسبب فيروس كورونا.